بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية رحمه الله. عد من جديد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. صنع لك معروف تكافر، أقل ما نكافر هؤلاء فأن ندعو له، ليس فقط دعاء، تدعو لهم. قال عليه الصلاة: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، لأنه صنع لنا معروف. يعني والده، يقول ابن سعد رحمه الله تعالى: لم يصنع لك مثل ما صنع هؤلاء، لأن والدك ورثك المال، والعالم ورثك العلم، هو اللي يبقى. فادعوا له، قال: حتى تروا أنكم قد كفأتم. فما يمكن أن يمر تقول قال شيخ الإسلام وتسكت، رحمه الله، أقل ما يكون. نعم. الآن بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثالث على ما قسمنا، وهو الأدلة من السنة. بدأ بالمقدمة، ثم الأدلة من القرآن، ثم الآن يأتي بالأدلة من السنة. تعمد المؤلف رحمه الله تعالى والله أعلم أن يأتي بصفات وردت في السنة ولم ترد في القرآن. والسنة أراد أن يبين لك منزلة السنة وكذا، ثم كرر بعض الأسماء الصفات الواردة في الأدلة من الكتاب عمدا، قصد أن يقطع الحجة عن المنازل. وكما ذكر العلو، أدلة العلو من القرآن، ذكر أدلة العلو من السنة، كذلك سيأتي معنا القرب والمعية، تعمد هذا رحمه الله، كذلك في أن القرآن كلام الله. ثم بعد هذا سيأتي أن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن قدم الأدلة من الكتاب والسنة جاء بأهم، والله أعلم، أهم قسم في هذا الكتاب، العقيدة الوسطية، معتقد أهل السنة والجماعة في أمور شتى. إذا يعني شق عليك حفظ الوسطية، لا بد تحفظ هذا معتقد أهل السنة. كيف تكون من أهل السنة والجماعة وطالب علم ولا تحفظ كتاب التوحيد ولا الوسطية؟ إشكال كبير والله. مفهوم؟ نعم. فصل. الآن هذا هو القسم الثالث، أراد أن يبين السنة. وإخواننا يعني في الحقيقة أن هذه أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علماء رحمه الله، الصحابة من قبل رضوان الله عليهم، نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت السنة مراحل، مراحل في التدوين، ومراحل في كذا، ومراحل في الشرح وتبيين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة هي الطريقة، كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سنة خلقية أو خلقية. فما هي منزلة السنة؟ السنة تفسر القرآن، سيأتي. القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالقرآن. والأرض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ أكمل، أخرج منها ماءها ومرعاها. هذا تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنة مرعى أن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذه الآية، برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة.
في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى. تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، عمر معنى مثلا قول ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك في قوله تعالى قال وطعامه قال ميتته، كذلك يفسر القرآن بلغة العرب مثل ما مر معنا. قلنا أن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معنى. ما معنى استوى؟ استوى استوى على العرش، قلنا على صعد وارتفع واستقر. هذه المعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله، والسؤال عنها بذات إثبات وتنزيه، والمعاني معلومة، ونؤمن أن لله كيفية تلك جلاته عظمته، لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة. نعم. قال فصلا: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت أحاديث فيها إثبات الأسماء والصفات، نثبت كما أثبتنا من القرآن. نعم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه، تفسر القرآن وتبين ما في القرآن. نعم. وتدل عليه وتعبر عنه، وتدل عليه، ولا يمكن أن السنة تخالف القرآن أبدا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، فلا يمكن أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. إذن لابد عند إرادة إثبات شيء من الأسماء والصفات من السنة أن تكون السنة صحيحة، الأحاديث صحيحة. الأحاديث الصحيحة التي تلقاها العلماء بالقبول، الأحاديث الصحيحة التي تلقاها، هل لابد هنا، هل يفهم من هذا الكلام أن الأحاديث لابد أن تكون صحيحة أولا ثم أن يتلقاها العلماء بالقبول؟ أقرأ مرة أخرى. وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هل يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يقول لك لابد أن تكون الأحاديث صحيحة أولا ثم تلقاها العلماء بالقبول ثانيا؟ هل هذا مقصود أم لا؟ نعم؟ لا. أوه. لماذا لا؟ لأن كل حديث صحيح تقدم معنا أن ما عليها للسنة والجماعة، نسأل الله جعلنا منهم، أنهم يستدلوا أولا، إذا ثبت الدليل اعتقد. كل حديث صحيح يتلقى علماء أهل السنة بالقبول، ولا يرد حديث واحد صحيح، لا شك في هذا، خلافا لأهل الباطل. الباطل نسأل الله السلام العافية يرد حتى الأحاديث الصحيحة التي تلقى علماء أهل السنة بالقبول. كان يقول لك أن كل حديث صحيح يتلقى علماء أهل السنة بالقبول. نعم. قال وجب الإيمان بها كذلك، كذلك كما وجب الإيمان بالقرآن. نعم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ينزل ربنا. هذا الحديث قلنا تعمد المؤلف رحمه الله تعالى أن يأتي بالصفات لم تأتي في القرآن حتى يبين لك أن هذه الصفات يجب الإيمان بها كما وجب الإيمان بما جاء في القرآن. صفة النزول، ما هو قول أهل السنة والجماعة في صفة النزول؟ يثبتون لله سبحانه وتعالى نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا مثل نزول المخلوقين، ولكن يصان الله سبحانه وتعالى الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تظله أو تقله أو تحد به، فالله سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء وأكبر من كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله، ولا يمكن أن تقول كيف، تقول آمن وصدقنا وسلم. هذا الأمر الأول، معتقد أهل السنة. الثاني، كيف نرد على من قال أن هذا نزول للأمر للرحمة للملائكة؟ نقول
في الرد على هؤلاء نقول أن هذا مخالف لظاهر النص وإجماع السلف وليس عليه دليل، وأن النزول للأمر وللملائكة وللرحمة في كل وقت، ثم لا يمكن للملائكة أن يقول هذا الكلام هل من سائل، لأن الدعاء حق لله. ثم هناك من ينكر، تقدم معنا من ينكر العلو ويقول أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان على الحلول، عندما يأتي فقير يقول يا أخي أعطيني، يقول الله يعطيه، وتسأله يقول الله في كل مكان. عندما يريد النجم يقول يا رب يرفع يديه إلى السماء. وتجد بخاصة في العشر الأواخر من رمضان يحيي ثلث الليل الآخر، لماذا؟ لأنه يعتقد أن هذا الوقت وقت النزول الآن، وقد ينكر النزول. ثم نزول الرحمة، ماذا نريد بنزول الرحمة إلى السماء؟ نريد نزول الرحمة إلى الأرض. فهذه الأمور كلها فيها الرد على من يقول أن هذا النزول للأمر أو للملائكة أو للرحمة، نزول حقيقي على جاءت على عظمته إلى مثل نزول المخلوقين. نعم، لكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة، ولا توهم وتوهم أن السماء تغل وتغل وتحط به، وتقدم معنى هذا في العرش والكرسي وكل المخلوقات، لا يمكن أن المخلوقات تحيط بالخالق. نعم، فالله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر من كل شيء، وكل شيء مفتقر إليه، وهو سبحانه وتعالى مستغني عن كل شيء. يبقى معنا إشكال يولد بعض الناس، وهو يقول أن ثلث الليل الآن يكون مثلا في شرق آسيا، ثم في آسيا، ثم في المغرب، ثم في أمريكا، ثم في كذا، هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ينزل في كل وقت. نقول هذا الكلام مبنى على القياس الفاسد، قياس الخالق الكامل بالمخلوق الناقص. هل أنت أعلم أم الله؟ يقول الله. هل أنت أصدق أم الله؟ يقول الله. هل أنت استطعت أن تأتي وتعبر بأحسن مما جاء، تتكلم ببيان فصاحة أكثر مما جاء في الكتاب والسنة؟ يقول لا. هل أنت تريد هداية الخلق أكثر منها؟ لا. الله أعلمنا ننزل ثلث الليل آخر آمن، خذنا من السماء تهتدي، ينزل ثلث الليل الآخر، ليس لك إلا الرضا والتسليم، ولا تتكلم عن هذا. وهذا مبنى على العقل وتمثيل، والله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، آمنا وصدقنا وسلم. هل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أحرص علم منه وأتقل الله منه والمسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لخلق وعلم الخلق بالله تكلم بهذا الكلام؟ لا. إذن إما أن تنتهي عن هذا السؤال أو نقول عنك أنك مبتدئ. إخوانا في أمور غيبية ليس لك إلا الرضا والتسليم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنه سمع قرأنا عليه بلال في الجنة، ما قال أحد يا رسول الله هذا بلال هنا بين أظهرنا، لماذا؟ أمر غيبي، آمنا وصدقنا وسلم. قال إذا قام أحدكم يصلي وقال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، كم من مصلي اليوم يقول الحمد لله رب العالمين؟ ليس لك إلا الرضا والتسليم، آمن تهتدي. آمنت بالله بما جاءني الله على مراد الله، وآمنت برسول الله ما جاء رسول الله على مراد رسول الله، النتيجة يهديك الله. لا تتكلم بهذا المسألة ولا تسأل عن أشياء لم يسأل عن الصحابة، وهذا أول أمر ذكرناه في الدرس، قلنا لا نسأل عن أشياء لم يسأل عن الصحابة. نعم، بعد هذا قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، ينزل ربنا نزول حقيقي يليق بجلالة عظمته إلى مثل نزول المخلوقين، ولكن وصانا الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذبة. نعم، كل ليلة، كل ليلة آمنا وصدقنا وسلمنا، ثمرة الإيمان
بصفة النزول أن تحرص على القيام في ثلث الليل الآخر. كيف تعرف ثلث الليل؟ تقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق على ثلاثة أقسام. أفضل القيام قيام داود عليه الصلاة والسلام. قيام داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس، يعني مسألة فيها كم؟ فيها نصف وثلث وسدس. مخرج المسألة من كم؟ من يعرف رأي؟ في ستة، مسألة من ستة. إذا قسم الليل على ستة أقسام، ثلاثة أقسام نوم في الأول، ثم يقوم قسمين ويبقى معه قسم ينام. لماذا ينام السدس أي آخر الليل؟ هذا أبعد عن الرياح، لأن هذا ترى مستيقظ لصلاة الفجر تظن أنه لم يقم الليل، وهذا أنشط للقيام لصلاة الفجر. طيب، قال حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وقد تقدم معنا فيقول والكلام لا بد أن يكون بصوت وحروف ومسموع. نعم، فيدعوني فأستجب له. إذا تتحرى الدعاء، وهذا فيه بيان سعة فضل الله، أن الله سبحانه وتعالى يقول من يدعوني؟ نعم، فاستجيب له. نعم، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، الحديث. نعم، الحديث لا يصح، يصح بالفتح ويصح بالكسر، إلى آخر الحديث بالكسر أو بالفتح أكمل الحديث. طيب، يقول في هذا الحديث إثبات صفة الفرح، وسيأتي معنا إثبات صفة الضحك. ما هو الفرح؟ فرح حقيقي يليق بجلاله وعظمته بتوبة عبده، وهذا فيه تشجيع الناس على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده، ولا نقنط من رحمة الله. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. فيه معتقد أهل السنة والجماعة إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، ضحك حقيقي يليق بجلاله وعظمته، لا يماثل ضحك المخلوقين. جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدب من رب يضحك خيرا. هذا الدين جاء لإسعاد الأمة، إسعاد الناس، خلافا لما عليه الرافضة صلى الله عليه وسلم، خلافا لما عليه الرافضة. الرافضة الدين عندهم كذب وحزن ولطم وكذب. هذا الدين الإسلامي جاء لإسعاد الأمة، ولكن التقية هو السعيد. مفهوم؟ يضحك ربنا لرجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. كيف؟ مسلم وكافر يلتقيان في المعركة، الكافر يقتل المسلم، المسلم يدخل الجنة، ثم يمن الله سبحانه وتعالى على الكافر فيسلم، وبعد هذا يموت ويقتل، فيدخل كلاهما يدخل الجنة. وقد يكون قدم معنا الإنسان في حال يقتضي نفس الله السلام العافية الغضب والطرد من رحمة الله، ثم يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة، كما في قصة الثلاثة الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وقوله عجب ربنا عجب ربنا يعجب نعم إثبات وتنزيه والمعنى معلوم والكيفية علمه عند الله والسؤال عنها بدعة لكن لخروج الشيء عن نظائره لا أن هذا مبناه على عدم العلم لأنه ما يمكن تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في بالقرآن ثبت هذا في قراءة بل عجبت ويسخرون بل عجبت قراءة وبل عجبت قراءة أخرى يعني عائدة على الله سبحانه وتعالى عجب ربنا من قنوط عباده تقدم معنا أن القنوط محرم قنوط عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله محرم وقرب غيري أي أن الله سبحانه وتعالى يغير من حال إلى حال فلا تقنط يقول ابن القيم رحمه الله إذا رأيت الأمر يزداد ضيق وشدة فاعلم أنه دليل على قرب الفرج كل ما يزداد الأمر ضيق وشدة دليل على قرب الفرج وقال الأمثلة كثيرة الثلاثة الذين خلفوا رضي الله عنهم وغفر لهم قطعوا في أول الأمر ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم باعتزال الزوجات عندما جاء الأمر باعتزال الزوجات زاد الأمر ضيق وشدة هذا دليل على قرب الفرج يعقوب عليه الصلاة والسلام في أول الأمر فقد يوسف عليه الصلاة والسلام ثم لا يوسف ثم فقد أخو يوسف هنا عندما فقد أخو يوسف ماذا قال وتولى عنه قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم ماذا تعلم؟ قال أعلم أنها فرجت انتهى الأمر الآن فقد أخو يوسف انتهى الأمر فرجت الآن يأتي الله سبحانه وتعالى بالبعيد قبل القريب ثم قال ماذا قال؟ يا بني يا بني اذهبوا فتحسسوا من أخو يوسف لا من يوسف لأنه انتهى الأمر إذا ضاق الأمر تسأل وأعلم من الله ما لا تعلمون قال أعلم أن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهو دليل على قرب فرج أنت تسمع بعض الناس اليوم قال انتهى كذا ومات كذا ما يمكن هذا يكون حال واحد حتى إذا استيأس الرسل وغير هذا من الأدلة أقول كثير نعم وقرب غيالي أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى تقدم معنا معية عامة ومعية خاصة وخاصة بالشخص وخاصة بوصف وصان الله سبحانه وتعالى الظلم الكاذبة القرب اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات القرب الخاص بالمؤمنين وقرب غيره وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قرب حقيقي يليق بجلال عظمته لا مثل قرب المخلوقين يصان الله سبحانه وتعالى ظلم كاذب واختلفوا في القرب العام على اختلافهم لاختلافهم في تفسير قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد بعض على التفسير يقول ونحن أقرب إليه أي الملائكة المكرمين بقبض الأرواح وبعضهم يقول عائدة إلى الله سبحانه وتعالى إذن اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات القرب الخاص بالمؤمنين وهو قرب حقيقي إلى تجلات عظمته لا مثل قرب المخلوقين وصان الله سبحانه وتعالى على الظن الكاذب وقرب غيري أي تغيير من حال إلى حال ينظر إليكم إثبات النظر أزلين قانطين فيظل يضحك إثبات الضحك يعلم إثبات العلم أن فرجكم قريب إذن الموحد دائما متفائل ولا يقنط أبدا نعم قال بعد هذا حديث الإمام نعم فيظل يضحك ما كان
أنا أتمنى. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها. جهنم نسأل الله السلامة العافية. موجود أعدت للكافرين نسأل الله السلامة العافية. مكان وجود النار يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنها في الأرض، لها أسماء، جهنم والنار ولظى والسعير والحطمة وغير هذا. أهل النار نسأل الله السلامة العافية كفار المنافقين خالدين فيها أبدا، لا يخرج منها الكافر أو المنافق نسأل الله السلامة العافية. المشرك شرك أصغر أو كفر أصغر لا يخلد في النار خلد أبدا، يعذب قد شرك ثم يدخل الجنة. هل العذاب في النار حقيقي؟ نعم حقيقي. نعم. هل أجساد الكفار نسأل الله السلامة العافية تقوى على العذاب؟ لا، لا يزال جهنم يلقى فيها. الجنة نسأل الله من فضله أعدت موجودة للمتقين، لها أسماء، في السماء مكان وجود الجنة درجات، كما أن النار نسأل الله السلامة العافية دركات، والمنافقين في الدرك الأسفل من النار. لا أسماء، فردوس والجنة وجنة عدن وجنة الخلد وغيرها. أهل الجنة نسأل الله من فضله هم الذين آمنوا. طيب الله سبحانه وتعالى وعد الجنة أن تملأ ووعد النار أن تملأ، فالله سبحانه وتعالى ينشئ يخلق أقوام ويدخلهم الجنة بفضل سبحانه وتعالى، وهذا مع النعيم الذي أعد للمتقين نسأل الله من فضله يبقى في الجنة فضل، ويبقى نسأل الله السلامة العافية في النار أيضا حتى تملأ مكان. فلو قال قائل لماذا لم يخلق الله سبحانه وتعالى خلق ويدخلهم النار حتى تملأ، نقول ما يمكن أن يقال هذا بحق الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله وقدرته وقوته وعزته سبحانه وتعالى، ما يمكن أن يقال هذا بحق الله. فماذا يكون؟ يكون ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يضع الجبار فيها قدمه في رواية رجله، في الحديث إثبات الرجل أو القدم لله سبحانه وتعالى وجلاله، لكن يصان الله سبحانه وتعالى ظن الكاذب، مثل أن يظن أن النار تحيط به سبحانه وتعالى. لا تقل كيف، قل آمنت صدقت سلمت وانتهى الأمر، فينزوي بعضها على بعض. ثمرة الإيمان بهذا الحديث تخاف نار نسأل الله السلامة العافية وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين نسأل الله السلامة العافية. نعم. بعد هذا وقوله يقول تعالى يا يقول تعالى، قول إثبات صفة الكلام للناس سبحانه وتعالى مسموع بحروف وصوت. نعم. يقول تعالى يا آدم، يا آدم، النداء لآدم عليه الصلاة والسلام بصوت وحروف، النداء للبعيد. نعم. وسمع آدم عليه الصلاة والسلام كلام الله. نعم. فيقول لبيك وسعديك. لبيك إجابة بعد إجابة وإسعاد بعد إسعاد، كما أن في الحج صلى الله عليه وسلم الحاج الآن يقول لبيك إجابة، إجابة إلى ماذا؟ إجابة لنداء الله، وأذن في الناس بالحج أتوك رجال. لبيك يعني إجابة بعد إجابة. نعم. لبيك وسعديك. نعم. فينادي بصوت، فينادي النداء للبعيد.
بصوت، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وهو بصوت وحروف ومسموع. نعم. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. نعم، نسأل الله السلامة. نعم. متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم، هذا قد تقدم معنا أن المؤلف لم يكتفي بإرادة الأدلة من القرآن عن إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، بل أورد الأدلة من السنة، ولم يكتفي بهذا وأطال هنا وأطال هنا. لماذا؟ حتى يدحض حجة من يقول بنفي صفة الكلام عن الله، أو كذلك أن القرآن مخلوق تقدم. نعم. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في ربنا السماء. الله الذي في السماء في مكان على، أو السماء في العلو. نعم. تقدس اسمك، تقدس تنزه اسمك، والله سبحانه وتعالى مقدس ومنزع كل نقص وعيب. نعم. أمرك في السماء والأرض كما نعم. رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا. طبعا حوبنا وخطايانا، الخطايا هي كبار الذنوب. نعم. أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، والله سبحانه وتعالى طيب ولا أقبل إلا طيبا. نعم. أنزل رحمة من رحمتك، أنزل في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، رحمة من رحمته. نعم. وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. نعم. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قلنا هذا في الرد على الخوارج، وأن أول خروج كان من ذو الخويصر أو كان باللسان، ثم تبعه الخروج بالسيف، وأنهم يتكلم بكلام حق ويريد به باطل. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. أراد والله أعلم المؤلف رحمه الله تعالى أن يعيد الأدلة كذلك، بعد أن أعاد الأدلة من السنة على إثبات صفة الكلام، أراد إعادة الأدلة من السنة على إثبات صفة العلو. وقلنا في الغالب كل من يؤلف في الأسماء والصفات يركز على صفة العلو، لأنه بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى يثبت العلو في الذات والعلو في الصفات. والسنة المتواترة جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى القولية ربنا الله في السماء، والفعلية قال اللهم فاشهد، التقريرية قال للجاري أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش. والله فوق العرش، إذن الله سبحانه وتعالى باقٍ من مخلوقاته مستوٍ على عرشه، لا يمكن أن يحط به شيء من مخلوقاته. نثبت له العلو ونثبت له الاستواء والفوقية تليق جلالة عظمته، ويوصانا الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه مفتقر إلى شيء من المخلوقات كالعرش أو الكرسي أو أي شيء. نعم. وهو يعلم ما أنتم، وهو يعلم، لأنه قد يتوهم متوهم أن الله سبحانه وتعالى إذا كان في العلو، في هذا العلو، قد يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وتقدم معنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر أدلة العلو ذكر أدلة المعية، أنه لا تعارض، وسيجمع بكلامه رحمه الله تعالى كما جمع في الكتاب والسنة. نعم. وهو يعلم ما أنتم عليه، ذكرنا بعض علماء أهل السنة يثبت المعية ويثبت أن مقتضى المعية العلم، والبعض الآخر منهم شيخ الإسلام يثبت المعية ومقتضى المعية جميع معنى ربوبية علم قدرة إحاطة وإحاطة ونصر وتمكين وغيره. نعم. وقوله للجارية، وقوله للجارية، جارية تعرف العقيدة، عرفت ربها وعرفت النبي عليه الصلاة والسلام. السبب في عتق هذه الجارية معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم في الصلاة أخطأ، لكن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له
أن لدينا أناس يأتون الكهان وكذا 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 وأن الإيجابي قال ائتني بها لأنه عليه عتق رقبة وعتق الرقبة اشترط فيها أنها تكون مؤمنة أي مسلمة. نعم. قال لها أين الله؟ هذا فيه جواز السؤال بأين الله. قالت في السماء. إذن أثبتت الصفات لله سبحانه وتعالى وعرفت ربه. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتق. شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مؤمنة أي مسلمة. نعم. قال وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أفضل الإيمان. إذن الإيمان يتفاضل والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أدلة كثيرة من هذا الدين. أن تعلم أن الله معك، قصد المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن جاء بأدلة العلوم قصد أن يأتي بأدلة المعيه كما صنع في أدلة القرآن، صنع هنا في أدلة السنة أنه لا تعارض. وعلى السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو ومعيه ولا تعارض بينهم. نعم. وقوله إذا قام أحدكم أفضل الإيمان، هذه معية خاصة بوصف. نعم، على ما تقدم بعد هذا. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. ولا عن يمينه، أين يبصق؟ عن يسار أو تحت رجلي إذا كان هناك أحد عن يسار. هذا إذا كانت المساجد من تراب، أما المساجد اليوم المفروشة وكذا ما يبصق، يبصق في منديل أو يخرج. نعم، هذا فيه أدب وفيه العناية بنظافة المساجد، إنه ليس يعني كما يقول البعض هناك عامل مسؤول على المسجد. لا، لو تنظر زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لم تكن هناك شركات نظافة وكذا، كرمك الله حتى يعني ما كان هذه الزبائن كثيرة، حافظوا على كل شيء. الشيخ بن باز رحمه الله سأل رجل عن حبات الرز، حبات الرز التي تسقط على السفرة، قال ماذا أصنع بها؟ أرميها؟ قال لا، لا يجوز. قال الشيخ ما يأخذها أحد. قال اتقي الله، تصدق بها. قال ما أحد يأخذ حبات رز، تعطي فقير 10 حبات رز إيش أصنع فيها؟ فقال اتقي الله. قال الشيخ إيش أصنع؟ قال ابحث عن دجاج مثلا يأكله كذا. قال ما عندنا، نحن في مدينة وليس في كذا. قال اتقي الله، هذه حبات رز، فما بالك بما يرمى اليوم. قلنا لكم الشيخ بن عثيمين قال كان الناس في القديم يموتوا من الجوع واليوم يموتوا من الشبع. تعيد الحديث؟ نعم. قوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. نعم. فإن الله قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه. ماذا تصنع؟ آمنا وصدقنا وسلمنا أن المصلي إذا قام فالله سبحانه وتعالى قبل وجهه بدون أن تسعى للكيفية، لكن يصان الله سبحانه عبده الكاذب مثل أن يظن أنه في الأرض. ولا إشكال، اعتبر أن هذا فيه إشكال بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، لا يمكن أن يكون هذا إشكال بالنسبة للخالق مع المخلوق، ولا إشكال بالنسبة للمخلوق مع المخلوق، ما زلنا نسير والقمر وهو في السماء، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل الشيء والسمع البصير. فأينما تولوا فثم وجه الله. هناك من يقول فثم وجه الله أي قبلة الله، أو فثم وجه الله أي على ما جاء في الحديث هنا فإن الله قبل وجهه. نثبت هذا إثبات وتنزيه، والمعاني معلومة والكيفية علمه عند الله، والسؤال عنها بدعة، لكن يصان الله سبحانه وتعالى الظن الكاذب، مثل أن الظن أن الله سبحانه وتعالى في الأرض أو في الأماكن التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه. قال وقوله
اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل. نعم، هذا فيه قلنا الإنزال فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى ونزول الأشياء منه. نعم، قال وأن الكتب السماوية كلها كلام الله منزلة غير مخلوقة. نعم، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء. قلنا الأول والآخر والظاهر والباطن، من أحسن من يفسر؟ وفسرنا أنت الأول فليس قبلك شيء، إحاطة زمانية في الأول والآخر والظاهر والباطن، إحاطة مكانية. نعم، اقضي عني الدين واغنني من الفقر. نعم، تكمل الحديث. الآن كيف تجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه لا يتمنى العبد الفقر. ماذا بماذا يدعو؟ بما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام؟ إحنا مسكين، يقول هذا الحديث ضعيف. إن صح الحديث مسكينا أي متواضعا، ماذا يدعو؟ بالغنى؟ لا، كفاف. النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. عليك الله، مفهوم؟ إذا ما يتمنى الفقر. نعم، على ما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع. نعم، قال وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر. أما رفع الصحابة رضي الله عليهم أصواتهم بالذكر، رفع الأصل في الذكر أن يكون بلا رفع صوت سرا إلا إذا دل الدليل. دل الدليل مثلا في الحج والعمرة في التلبية برفع الصوت أفضل الحج العج والثج، أنكم لا تدعون أصم ولا غائب، صفة منفية ننفيها مع إثبات كمال الضد. سميعا في الحديث، لو قال لك قائل ما الدليل على معتقد أهل السنة والجماعة في أن في الصفات المنفية ننفون عن الله كما نفع عن نفسه وكما نفع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إثبات كمال الضد، تقول هذا الحديث لا أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، قريب. إثبات القرب، قلنا قرب خاص بالمؤمن. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع؟ إله ولا يسمع، إذا هذا ليس بإله، يعني كيف تدعوه أصلا؟ لا يسمع ولا يبصر لا يراك. طيب قد يغني، قال ولا يغني عنك شيئا، لا قليل ولا كثير. إذن هل لا يصلح أن يكون إله؟ الإله لا بد أن يكون سميع وبصير وغني. نعم، شرعا وعقلا بعد هذا. نعم، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن أخطأ أيضا حتى هنا في الأدلة من القرآن، ذكر الرؤية وهنا أيضا ذكر الرؤية. قلنا هذا لعله خطأ بعض النساخ، وأن هذا في الإمام باليوم الآخر، صح أم خطأ؟ أي نعم. أي نعم. نعم، هنا بالجسد، لكن وصلت إلى البلاد ولا بعد؟ خليك واقف. نعم يا أخي. نعم؟ صحيح الباب. صحيح، ماذا أراد؟ أراد رؤية إتباع
ما علاقتها بالأسماء والصفات؟ لأن كل من ينكر الرؤية لا ينكر الصفات، لا بد ينكر الرؤية، لأنه لا يمكن يرى شيء إلا أنه صفات، صح؟ فنعم، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، الإبداع. شبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. فإن استطعتم، هذا فيه المحافظة على كل الصلوات وبخاصة فجر والعشاء وأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العصر. نعم. طيب، إنكم سترون ربكم، هذا فيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا بإذن الله تعالى بعد هذا. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. يخبر بها الله أعلم إذا صح. إذا أمثال هذا الحديث، يعني ما يستطيع أن يأتي بكل الأحاديث، وسيأتي معنا مثلا في الحموية وفي التدمرية، أقول لو أردت وهو صادق في هذا والله أعلم، نحسب كذلك الله حسب، أقول لو أردت أن أجمع أقوال العلماء في الحموية وكذلك الأدلة لخرجت هذه الفتوى في مجلدات والله. نعم. قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. سبحان الله. وسط أصبر لماذا هذا تكرار؟ هذا ما يصبح. لماذا كرر؟ ذكر هذا الكلام في المقدمة؟ طيب لماذا يكرر؟ خطأ بعض النساخ. إخواننا ما يخطئ النساخ. لأنه قال لي طالب، قال لا تقول شيخ الإسلام أخطأ. طيب، الناسخ ما يخطئ؟ نعم أخي. لكن هنا ليس خطأ. ما هذا؟ أكيد. التكرار يعلم الشطار. صحيح. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثالا، في كل آية تقرير التوحيد، في كل سورة تقرير التوحيد. صحيح. ما تكرر تقرر، فيريد أن تلتزم هذه العقيدة. أن البعض يقول يا أخي توحيد 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 توحيد، إلى متى؟ إلى أن تلقى الله يا أخي. هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب والسنة والصحابة سلف الأمة والأئمة كلهم على هذا. ماذا تريد؟ تريد تكون كالمنافقين نسأل الله السلامة والعافية، تنهى عن التوحيد؟ ما يصلح هذا. نعم، إلى أمثال ذلك. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر. طيب، هذا حد. نعم، سؤال، ما عندنا سؤال. نعم، عند ذكر الله سبحانه وتعالى مثل اليد والوجه إلى غير ذلك، يعني مهما تقدر يشير إلى وجهه أو يده هل يجوز هذا؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى إنه هل يشير بيده أو لا. تذكر هذا المسألة الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشار، ورد هذا في الحديث، ولست أنصح للخلق من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول بعض الناس. يجيب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول إذا كان الذين تخاطبهم مثل الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، مهما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتوهم الصحابي من الصحابة التمثيل، إذن تشير ولا أشكال. وإذا كان الذين تخاطبهم مثلا لا تشير. هذا فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، والله أعلم. وصلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم. موجود هذا في القواعد، قواعد الأسماء والصفات موجودة في المذكر.